غير أن الهم الأساسي الذي طرحناه خاصة من طرفي أنا هو ما مضامين الكتب المدرسية والمناهج التي تختلف، التي كثير ما تشوبها شائبات، وهذا ما تطرقنا إليه في بعض الأحيان. الاكتظاظ هو التسرب، هو أيضا التحويلات للأساتذة، ضعف التأطير. الآن أنا أعرف بأن هناك مؤسسات وأقسام يدخل إليها غرباء في المتوسط وفي الثانوي ويدخلون إلى الأقسام. مجريات دخول المدرسي 2018-2019، نعتقد بكل موضوعية أن الدخول الحالي ميزته قفزة نوعية بفضل تجنيد كل المؤسسات المعنية للدولة. وبهذا الخصوص أريد أن أعبر عن بالغ ارتياحي للمرافقة وتضامن الحكومي.